دي ما حدش هيسبق سعد الدالي. يعني الواد اللي جات بيه ده ابنها ولا مش ابنها؟ لا يا باشا حاسب حاسب، اللي ابنها ولا مش ابنها دي كمان ابنها طبعا. جميل، ابنها من مين؟ الله اعلم بقى باشا، بس رشا طول عمرها بنت حلال مصفي، كفايه ان هي ما بتنساناش لما ربنا يديها. حوادثها في الجواز بقى هي تخصها هي، وان جيت للحق يا باشا هي مروشه لعبها، لا مش عاجباها عيشتنا تلعب بدلها في الحرام. لا بلاش، سيبنا من دلها. تعرف ايه عن جوازات اختك؟ يعني ايه يا باشا؟ يعني يا سيد عدد جوازاتها، تواريخها، اسماء الرجاله اللي جوزتهم. بس دي مساله صعبه عليا قوي يا باشا. انت مش تقول بتعرف كل حاجه عن اختك؟ ايوه يا باشا، بس الحاجات اللي ساعتك بتتكلم فيها دي عايزه مخبر. حوادثها بالظبط مش عندها يا باشا، بس اسال واقولك، امي ما بتخبيش عني حاجه خالص يا باشا. امك ماتت من سنتين يا سيد. يبقى اختي الكبيره وانا كل ده فاكرها امي؟ المؤاخذه يا بهوات، اصلها بايته معايا من اول امبارح. معلش. خلاص يا سيد. سيد شرفت. شرفت ايه؟ طب ايه؟ مفيش حاجه كده يعني ذكرى تحت الحساب ولا ايه؟ لا مفيش يا سيد. شوف، كل ما تجيب لي الاخبار اللي انا عايزها بسرعه هديك اكتر. يعني النهارده بسعر، بكره السعر يقل، بعد بكره السعر يقل اكتر. انا فريره دلوقتي هطيق قبل ما يقلوا. بس سؤال صغير، لو حد بس كده سالني في البيت انت عايز المعلومات دي ليه، انا اقول ايه؟ قول لهم اصل اتعينت بمصلحه التعداد والاحصاء. انا مش فاهمه ليه الاستعجال، مش معنى في العجم يعني. اي يا بوبي، كمان ادهم كده لا هيلحق يلاقي شقه ولا هيلحق يفرشها، وحضرتك عارف انه رافض يقعد معانا في القصر. دي مش مشكله، اتجوزوا وروحوا شهر العسل. انا هكلف حد من المجموعه اشوف له شقه كده في حدود امكانياته، وما عندناش اكتر من عماله، واللي بيتعمل في اسبوع بالفلوس والعمال هيخلص في يوم. برضه ما قلتليش اشمعنى في العجمي. تغيير يعني، انت عارفه يعني مش هنقدر نفرح بالولاد بسبب الظروف اللي بنمر بيها، وكمان يستمتعوا بجو العجمي وممكن يعملوا شهر العسل هناك، وهناك هنقدر نفرح بيهم على الضيق. يعني حماك يجيب فرقته وهي اصلك انت واختك شويه. شايف اهو. طب تفتكر حماية هيوافق على الكلام ده؟ ده ما هيصدق. بس عيب عيب، انا قصدي يعني ان هو اب برضه وعايز يفرح ببنته. سيب لنا الموضوع ده، بس هكلمه في التليفون انا. بس هو هيكون رجع من شغله دلوقتي. الله اعلم. ايه ده؟ اوعى يكون حماك سامعنا. اضحكي في دي. الو. ايوه انا سعد الدالي. بتقول ايه؟ طب هو فين دلوقتي؟ ثانية واحدة هجيلك. في ايه يا سعد؟ رفقي في المستشفى، اروح اشوف فيه ايه. على مهلك على مهلك. أول ما جه كان حالته وحشة قوي، كان منهار نفسيا تقريبا. ادينا له حقنة مهدئة وكلمنا حضرتك بناء على طلبه. طب وهو جه هنا ازاي؟ عن طريق بلاغ من الكنيسة، قالوا لنا إن هو مغمى عليه هناك. طب حالته ايه دلوقتي؟ احنا هنسيبه يرتاح دلوقتي ويهدى من الصدمة العصبية اللي هو فيها، وبعدين نعمل له شويه فحوصات عشان نطمن عليه. متشكر يا دكتور. العفو. سعد. ايه مالك يا صاحبي؟ سلمت. شفت اللي حصل يا صاحبي؟ انا مش عاوزك تتعب نفسك بالكلام. انا عايز اتكلم، ارجوك يا سعد سيبني افضفض باللي جوايا. هسيبك تعمل كل اللي انت عايزه. انت فاكرني هسيبك يعني؟ قاعد معاك. وعلى فكره ألفت والولاد كانوا عايزين يجوا معايا، قلت لهم هتلاقيها حاجه بسيطه وهجيبه في ايدي وانا راجع ان شاء الله. اوعى تكسبني معاهم. يا لهوي. انا واقف
هنا لحد اختك ما تيجي وتعرف تعمل معاك ايه. الوقت متأخر، فيه ايه؟ سعد الدالي لف على اخوكي حب يقرره، لولا اخوكي انور كلمني عشان الحقه قبل ما يعمل الكارثه دي. مالك انت ومال سعد الدالي؟ يا اختي ما انا كنت هقول لك على كل حاجه، بس الاستاذ احمد ما ادانيش فرصات. اول ما شافني قام قافشني من قفايا كده وزي الفار، وقام جايبني على هنا. البيع عشان دماغه كان هيبيعك لعدوك. ايه ده؟ الكلمات الكبيره دي ما حصلتش على فكره خالص، انا بس كنت هضحك عليها اوشه، ادي له معلومات مضروبه واضحك عليه واخد اللي في النصيب بقى وكده يعني. شش اخرس، طول عمرك رمرام ومعفن وما بيتمرش فيك. انتوا ايه؟ حرام عليكم، ده انا اختكم قضيت طول عمري متمرمطه عشان ما خليكوش محتاجين حاجه. اوامر الست. وهو فاق لحاجه، المخدرات خلاص لحست نفوخه، البي خلاص ما بقاش فيه الرجا. حرام عليك يا سيد، ليه عملت كده؟ عشان كان ملطوش. تبيع اختك، تبيع اختك وابنها اليتيم؟ لا انا بقى كده انا عايز مصحف، انا كده عايز مصحف. عايز مصحف احلف لكم عليه ان انا اصلا واخوكي منور ده ولا بيفهم حاجه. انا اصلا ما كنتش عايز اروح هناك ولا عايز اعتب عند الراجل ده، خلاص كده مش عايزه ولا كلمه. طول عمرك خوان خوان وما بيتمرش فيه. خلاص هدي نفسك، هدي نفسك انت بس، وسعد الدالي ده مش هيشوف وشه غير بعد ما القضيه تخلص. اما مشكله ابو السيد ده انا هحلها بنفسي. يلا حبيبي يلا زق عجلك، يلا ما تعصبش. عملت ايه بس الدنيا دي عشان يجرالي منهم ده كله يا ربي. وصلت بيه الامور ان يشتكيني في الكنيسه، يطلعنا حرمه من مراس امه وذهبها. ده انا وقدت عشنا حياتنا علشانه، ما كانش في حاجه بتبسطنا غير اننا نشوفه مبسوط وناجح. يا طول عمري بصلي بطيع ربنا، بدفع العشور، بحكم ضميري في كل حاجه، ما بشوفش حاجة غلط وبسكت أبدا. ليه يا سعد يعمل كده ليه؟ صدقني يا رفيق أنا نفسي مش عارف ليه مينا يعمل كده. مستعجل على إيه بس؟ مستعجل على إيه؟ دي خلاص الحكاية قربت قوي، خلاص قربت. بكرة هجور وأسيب له كل حاجة. ما تشر عليك، ربي يديك الصحة والعمر. أنا ما عادليش في الدنيا غيرك يا رفيق. شد حيلك عشان نطلع من هنا وكتفك في كتفي زي ما اتعودنا طول عمرنا. خليك انت الحق بابا. مالك يا بابا؟ ماتيلدا طلع عرف لي بيع على فوق واحده واحده. مالك يا بابا؟ مين انا عايزك؟ انا عايزك. هو بابا ماله يا عم؟ انت ازاي تمد ايدك عليا؟ انا سبق وقلت لك اوعى تتعرض لابوك او حتى تضايقه، وان ما حدش هيتصدر لك غيري، لكن الظاهر ان عيارك فلت ومحتاج تتربى من اول وجديد. مليون شاب في مصر يتمنوا ان رفيق عزيز يبقى ابوهم. ابوهم اللي انت اتجرأت عليه ورحت شوهت صورته في الكنيسه، ده اشرف وانبر راجل قابلته في حياتي. انا قابلت ناس كتير بيحبوا الفلوس وبيطمعوا فيها، لكن اول مره اقابل ابن قلبه ما فيهوش رحمه زيك. انا انت مالكش مكان في البيت ده، لانك ما تستحقش تعيش فيه. انت جاي تتهجم عليا وتطردني من بيتي؟ مستعد اموتك كمان عشان اخلص ابوك من شرك. واوعى تفتكر اني هسيبك تستفرد بيه عشان تخلص عليه واحده واحده بتصرفاتك الطايشه. انت مالكش مكان في البنت ده، بره. انا هخرج بس مش هسكت، والقلم اللي انت ضربتهوني ده هدفعك ثمنه غالي غالي قوي.
ايوه ألفة. رفقي بخير؟ بخير طمني. اسمعي انا هبات مع الليله وبكره الصبح هطلع المجموعه. ألفت هبعت لك السواق يبعتي لي معاه شويه هدوم كده. لا 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 بلاش، بس بخليه مستريح، ما انا هشوفه في الشغل بكره. ألفت خلي كل حاجه تمشي عادي، وخلي باسم يكلم حماه زي ما اتفقنا. تصبح على خير. ايوه يا عاطف، تعالى لي بكره على الفندق، هات معاك محامي كبير. هقول لك لما تيجي. اسمع الكلام وانت ساكت، 10 بالدقيقه تكونوا عندي، فاهم؟ سعد، سعد، ايه؟ ايه اللي نيمك كده؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما تشغلش بالك، طمنا عليك، انت دلوقتي احسن؟ انا كويس، بس دماغي هتنفجر من الصداع. شوف اسبرين هنا. اسمع، هقول لماتيلدا تحضر لنا فطار فخم كده نستمتع بيه تحت شمس ربنا. يلا اغسل وشك وغير هدومك، وانا كمان هغير هدومي. تعبتك معايا يا سعد. تعبتني معاك انت. ايه؟ احنا لينا غير بعض. يلا ما تاخرش، هستناك تحت. ماشي. قول لي ايه المستندات اللي انت محتاجها وانا هحضرها لك فورا. في الحقيقه انا ما بترفعش بقضايا من النوع ده. نعم. ولعلمك أنا وأبوك ولاد معمودية واحدة، ولو كان الأستاذ عاطف قال لي الحقيقة من الأول أنا ما كنتش جيت ووفرت عليكم المشوار ده. ولعلمك أنا مش هبلغ أبوك باللي حصل، وحسيبك لضميرك، لأن أبوك راجل محترم ويعتبر من أفضل رجال الكنيسة. سعيدة. إيه المصيبة اللي أنت جايبها لي على الصبح دي؟ أنا ما أعرفش أعتمد عليك في حاجة أبداً. مينا بيه، أنت امبارح ما قلتليش أي تفاصيل عن القضية اللي أنت عايز ترفعها على السيد الوالد. حضرتك كل اللي قلته هاته محامي كبير. تقوم تسيب كل محامين البلد وتجيب لي واحد صاحب أبويا ومتربي معاه كمان؟ وأنا كنت هعرف منين إنك ناوي ترفع قضية حجر عليه؟ أنت هتتدخل في شؤوني كمان؟ أنت تسمع كلام وأنت ساكت. ولو مش عاجبك تصرفاتي أنت كمان قدم استقالتك، وأنا هشوف غيرك في ثانية. أنا مش قصدي. خلاص خلصنا. البلد ما فيش فيها أكتر من المحامين. أنا هتصرف بمعرفتي. وحقوقي هاخدها. حتى لو طلبت مساعدة من الشيطان نفسه. رفقي عزيز بيدعبس على عيننا في المجموعة. أنا رأيي نهدي اللعبة شوية عشان ما نخسروش. أنا ما عنديش مانع نخسره لو عندك بديل. في الحقيقة أنا ما جهزتش بديل، وخصوصاً إن صعب جداً إنك تلاقي بديل يشتغل ضد سعد الدالي. أيوة أنا عارف. هو قافل على نفسه دايرة صغيرة قوي في الحكاية دي. صعب جداً إن حد يخونه. مش بس كده. ده حالة أقل المستويات في المجموعة. العمال والموظفين كلهم بيشتغلوا بفكرة الصغير ليه زي الكبير في المجموعة بالظبط. حلمه الكل عايش فيه. أنا إشكالي الوحيد مع سعد الدالي الكاريزما. تقصد حبه للزعامة. الزعامة؟ لا، الزعامة حاجة والكاريزما حاجة تانية خالص يا بيرلي. ياما جه رؤساء وحكام للشعوب، وزي ما راحهم زي ما جم محدش حس بيهم. لكن الحاكم اللي عنده كاريزما هو اللي الشعوب بتفتكره وبتمجده حتى بعد موته. عشان كده بقى كنت ضد موت سعد الدالي، وضد وجوده في اوروبا كمان، لانه لو نجح هناك
كل رجال الاعمال العرب هيقلدوه وهيروحوا هناك وهينجحوا. ده طبعا هيخلي الموضوع بره سيطرتنا تماما، وده مش لازم يحصل ابدا. الناس دي عمرها عجيب قوي، يعني يفضلوا ساكتين ده كله وفي الاخر يلا كلفت وخلص. يا بابا ما انت عارف ظروفنا كويس. يا دي الظروف والجوابات ولازمتها يا بنت الصربعه دي. طيب وبعدين اليوم اللي هم مختارينه ده عندي فيه ثلاث مرمات، منهم فرح فايز ابن الحاج ناصر ابو فايز وابو تمير. يا بابا وبعدين معاك بقى؟ يا بنت دي حاجه مش كويسه عشان سمعه ابوك في السوق. ابوك طول عمره سمعته زي السيف. طبعا يا بابا طبعا. لكن هنقول ايه بقى؟ حكم القوي. بس ده ما يمنعش برضك ان انا لازم اشوف اوضه النوم اللي هيفرشوها لك في الفيلا بتاعته. يا بابا اعمل اللي انت عايزه، بس يا بابا وافق بقى. جربت مالك متلهوله ليه؟ اتعززها بنت شويه، ده انت بنت سيد العزازي. معلش هاتي بقى التليفون عشان اكلم اوراني يلغي المرمتين اللي في مصر. الله، طب والتالتة هتعمل فيها ايه؟ لا التالتة لا، دي بتاعت الحاج ناصر. انا عملت فرح بنت اخوه الحاج منشاوي، لو ما عملتش فرح ابن الحاج ناصر يزعل، ودول ناس جمايلهم علينا كتير. طبعا يا بابا. ماشي. انت ايه اللي لبسك؟ انا جاي معاك. تيجي معايا فين؟ خش استريح. انا لو قعدت مش هستريح يا سعد، دماغي هتفضل تودي وتجيب وهتعب اكتر. وبعدين انت الحمل عليك تقيل، طول النهار مقابلات وكلام. الليس فاضل له يومين ويوصل. انا لازم اساعد محمد سلامه في كل حاجه علشان شكلنا قدام الراجل. ايه يا سعد بتبص لي ليه؟ انت عارف انا لما انوى على حاجه خلاص. الامر لله. الظاهر ان احنا نضحنا على بعض لدرجه ما بقتش قادر افرق مين فينا رفق عزيز ومين سعد الدالي. اركب. لسه كتير؟ خلاص هانت. لو مستعجلين ناجل الشغل لبعدين. هنأجل الشغل لبعدين ازاي يا سمير بعد الاجازه المفاجاه دي؟ قال يعني مش عاجبك الاجازه المفاجاه؟ سوري انا مش قصدي كده. كله تمام، ربنا يتمم لكم بخير والف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ سمير، عقبالك ان شاء الله. يا موسى على اذنكم. على فكره احنا كده مش هنلحق البنك. البنك لسه على ميعاده ساعه وهو خمس دقايق ماشي من هنا. مش كنا عملنا الديكورات على مزاجنا وبراحتنا احسن؟ بابي اختار احسن مهندس ديكور عنده في المجموعه علشان يجهز لنا كل حاجه. انت مالك غريب كده ليه؟ انا برضو اللي غريب، مش كفايه ان انا المفروض اوافق على جواز بالامر؟ جواز بالامر؟ طيب تسمي حكايه انتوا جوازكم بعد بكره دي ايه بقى؟ معاك حق، من الواضح انه باقي عليك وشريك اكتر ما انت باقي على بنت وشاريها. امال تفسري بايه انه ما خدش رايي في تفاصيل ليله زي دي؟ مش المفروض ان انا ليا اهل اقول لهم وبيجوا من بلاد تانية ولا هم مش فاضيين لحاجه غيري؟ بس بس بس، وعلى ايه؟ من الواضح ان احنا اللي رامين نفسنا عليك للدرجه اللي تخليك ما تعجبكش اي حاجه نعملها. على العموم تقدر تنسى الموضوع كله عن اذنك. استني بس، رايحة على فين؟ ما بلاش اتهامات وافترا يا ظلمة. يعني بابي ادهم رياحك من كل حاجة، ما بقاش فاضل غير انك تجيب تحويشة عمرك وتديها للي هيخلصوا لك كل حاجة وانت حاطط رجل على رجل، عايز ايه تاني؟ يعني ايه ملوش اثر؟ زاغ، زاغ من الناس اللي كلفتهم يتابعوه زي ما حضرتك امرت. الواد ده هيلعب بينا ومش هيظهر الا بعد خراب مالطة. احنا موقفنا في القضية كويس. سيادة المستشار انا مش بفكر في القضية. أنا بفكر في نقطة الضعف اللي في تاريخ رشا المندراوي دي اللي نقدر بيها نزحها من طريقنا نهائي. على العموم أنا مش هسكت وأشوف لها مدخل تاني، ما تشغلش بال سعادة. نخرب لنا كده. أيوه أيوه، بس عايز تقول إيه؟ رجال الأعمال اللي بره بتوع مشاريع سينا بقالهم أكتر من نص ساعة دي. أنا نسيت، دخلهم. طيب. نعم. أستأذن أنا بس. اتفضل. إيه يا رفقي؟ مش قال الأول تستريح؟ لا أنا كويس، لو تعبان ما أنا هقول. اتفضل. يا اتفضل. آسف تأخرت عليكم معلش. اتفضل يا هنا. كل الموديلات حلو، بس هنلاقي فين بقى اللي ينفذ لنا كل التصميمات دي في اقل من 48 ساعة؟ قصدك ايه يا ماما؟ ان احنا يعني هنأجر فساتين الفرح؟ لا، بس كده مفيش قدامنا غير بكره بس ننزل نلف على كل المحلات اللي بتبيع سواري. ايه سواري ده يا ماما؟ يا شيخه بس يا رب نلاقي اللي احنا عايزينه. مساء الخير. مساء النور. ايه الحكايه؟ ما انت مشغوله ومش عارفه الورطه اللي احنا فيها. بابي يا ستي اصدر فرمان غير قابل للمناقشه إن باسم ورادوا يتجوزوا بعد بكرة في العجمي. بسرعة كده؟ بسرعة؟
حرام عليكي كل ده وبسرعة. مش قصدي، عموما ألف مبروك، تصبحوا على خير. استني يا هبة، هتقعدي معانا يا بنتي لغاية ما نقرر هنعمل ايه؟ لا مش هقدر، عايزة ارتاح، شغل النهاردة كان كتير قوي، وبعدين عايزة اشوف حسام. عن اذنكم. اروح لها يا ماما؟ لا يا حبيبتي، يمكن هي عايزة ترتاح بجد. ها يا بنات، كنا بنقول ايه؟ أخلين 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 أخلين، واخسني واخسني أنت ومصر كله واخسني. الثعلب اليوناني العجوز تخليني استناك الوقت ده كله؟ وهكون كتبت الكتاب من غير ما أكون أنا أسعد عليه. لسه فقري؟ فقري دي كلمة كده ولا كلمة كده؟ أنا أردخلك بالإسكندراني. مفيش فايدة، يموت الزمار ولسانه بيلعب. سلم على عمك كرمانيلس باسم ابن العريس. أهلا وسهلا. أخلا عريس تكنس كلا. قول له تمام وخمسة وخميسة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خده معاك على طول. حاضر. اتفضل معاك. فضلك فضلك. اتفضل حضرتك. في ايه؟ كان نفسي تحضر كتب كتاب الولاد. ايه اللي أخرك الوقت ده كله؟ طيارته اتأخرت، ده ما سابش حد في المطار إلا وشاكسو، ما أنت عارفه. طول عمره مشاغب ولبط. يلا بينا. يلا. اتعبيني معاكي بقى. اتفضلي. ماليش نفس. ايه الدلع ده؟ ما تضربيش بوس في يوم زي ده، النهارده يوم مش هيتكرر كتير في العيلة. بذمتك مش حاسه ان انا وانت عاملين زي عواجيز الفرح؟ يعني ايه عواجيز الفرح؟ يعني الناس اللي مالهمش لازمه في الظروف اللي زي دي، واللي بيبقى دمهم تقيل على قلب كل اللي موجودين. مالك يا هبه؟ انت هتضحكي عليا ولا على روحك؟ ليله زي دي ما بتفكركيش بليلتك انت وحسام؟ ولا ليله انا وخالد؟ ولا نسيتي؟ كلام يدخل دماغي، لو عايز دماغك تفضل بكتافك يا بندجة. ولا اعمل ايه بس يا مستر سوليمان؟ عيلتي الدالي ملهاش اثر لا في القصر ولا في المجموعه، قلبين عليهم الدنيا من امبارح مفيش فايده. وانت رجالتك راحوا فين؟ عيونك اللي انت زرعها هناك اتعمت؟ ما شفتهمش وما بيختفوا بالطريقه الغريبه دي؟ بعد اذنك سنيور سوليمان، هدي نفسك سنيور ابو النجا وقول لي ايه هي الاماكن اللي ممكن تختفي فيها عيلتي الدالي في مصر؟ وانت ايش عرفك انهم موجودين في مصر؟
ايش عرفك انهم مش موجودين في لندن بيحضروا لنا مفاجاه ما تخطرلناش على بال؟ مفيش مشكله، انا بعلاقاتي اقدر اعرف اذا كان خرجوا المطار ولا لا. مستني ايه؟ اتفضل اتحرك. حالا حالا. خبي شكلكوا زي القمر، ربنا يسعدك. يا مامي مامي، هو بابي وباسم راحوا فين؟ انا اول ما لمحت انكريفي دخل لقيتهم كلهم اختفوا. ما تخليكي في حالك، انت في ايه ولا في؟ حضرتك مخلفه جهاز استشعار عن بعد، رادار ما بيفوتش الهواء. طب كويس انك عارف عشان تخلي بالك انت كمان من الرادار، واوعى تزعله احسن في لحظه تلاقي ام الرادار بقت حته حما فشر ماري وني. حكايه جميله بس قديمه قوي خبيبي. يعني ايه؟ يعني انا لو كنت اعرف الموضوع ده من قبل ما نيجي انا من اتينا كنت انت وفرت لها المشوار والتعب ده كله. خلينا شفنا بعض، واذا كان على تمن تذكره الطياره هدفعه لك. خبيبي انت فهمته كده بالملخبط. انا لما اقول دي حكايه قديمه يعني انا وانا في اتينا كنت عارف الموضوع ده، وبعدين انا كنت حط عيني عليها علشان اخده، وبعدين كان براديس بتاعي كله موجود في السوق ما كنتش قادر المه، لكن لما عرفت ان انت بالذات اخدت الموضوع ده انا فرخت فرخت قوي، وكنت عايزه تكلمنا. لا لا مش دي مش دي. طب يعني قول بالانجليزي واحنا هنفهم. لا لا دي لا ينفع معاها انجليزي ولا عربي ولا روسي ولا حتى اسكندراني. ايه فيس واخده زي دي؟ يعني مطلع روحنا وانت كنت عايز تزغرط. ايوه هي دي بالظبط، صعبه قوي، صعب النطق وصعب يعني. سعد حبيبي احنا كنا زمان مع بعض سفا سفا، كنا كويسين قوي في البيزنس، حب بعض نساعد بعض، عشان كده انا كنت عايز منك تركس واحد في امر ليا كرماليس. خلص الموضوع ده، خلاص اوردر نخلص الموضوع ده وكنا استريحنا حبيبي. العيش والمعروف تمروا فيك يا كراميل. ايه كراميل دي؟ انا فكره باسم، باباك هو الوحيد اللي مسموح له يقول لي دي. انا اسمي اساسا كراماليس بابادوبلو استفانوسيوس، بابادوبلو استفانوسيوس برضو يقول لي كراميل. انت الوحيد اللي قلتها لي يا حبيبي. انت كان لازم تقول اسم العيله كله كده بس ما يخاف منك. مبروك علينا يا كراميل. ايه كراميلا دي؟ انت كمان قولوا كراميلا زي بعضه. نأدي دي، خلاص نأديها، بس مش مبروك قوي، لسه في شويه شروط. قول. ايه مالك وشك اصفر ليه كده يا اكر؟ ما تخافش، هي شويه شروط بسيطه، ثلاثه شروط. قول. شرط الاولاني انا وانت ناخد بونتا في لانفوسي بكيريتا ولا خنتور، نركبته خنتور، وبعدين نقعدوا على قهوه في بخري نشربوا سيسه خامي. ماشي. اتنين؟ اتنين. مش في برضو مدام ألفت؟ مش اسمها برضو ألفت؟ يا ابن الفقريه. مدام ألفت تعمل لنا ملوخيه بالارانب، والارانب تكون نتايات. حاضر يا طفص. ثلاثه. نسمعتوا شويه طرب وغنى مصري جميل، ام كلثوم، عبد الحليم، فريد أطرس، فريد أطرس. لا دي صعبة كراميلا، يعني الثلاثة تعيش انت، لكن انت هتسمع مطرب دلوقتي مالوش خل. الليلة دي ليلة عمري، عشان دي ليلة بنتي، بنت عمري اللي عشت احلم لها باليوم ده، والحمد لله ان ربنا اداني العمر وشفتها وهي بتتزف على واحد ابن اصول من اكبر عائلات البلد. يعني النهاردة اقدر امشي في وسط الناس واقول بكل فخر وانا رافع راسي انا نسبت سعد به الدالي. عشان كده بقول يا اولاد لو شفت عمكم كرمانيليس ده صديق عمري من زمان. اخر يا مدام افخر السوي ليك. نرمين مرات ابني باسم. اهلا اهلا. ايدي امل رايا. لو شفت يوم الغلط انا واخده بالي منكم من بدري. ايه اللي غير حالكوا كده؟ مفيش يا ماما. ما هو في احزان عمرها ما بتتنسي مهما مر عليها الزمن، بس برضو في ناس حوالينا من حقهم يفرحوا، خصوصا ان هما ملهمش ذنب في احزاننا، ومن حقهم علينا برضو اننا نحسسهم ان احنا فرحانين بيهم وعشانهم.
ومعاهم، خصوصا لو كانوا من لحمنا ودمنا. ولا انا غلطان؟ لا يا ماما معك حق. طب يلا روحوا اقفوا جنب اخواتكم، مش كفايه ان احنا بنفرح لوحدنا وفي اخر الدنيا؟ وادهم ونرمين مظلومين كفايه، بلاش نزودها بقى. يلا وروني ابتسامه على وشوشكم وافرحوا، حاولوا تمثلوا انكم فرحانين. غالي علي فسختك في بخري تطلع طول على قتينا، ما تطلعش منها على لندن الا لما اقولك. خادر، ولو ان انا كان نفسي ازور سيدنا الحسين في الكايرو. ربنا يخليك، ان شاء الله هولع لك 12 شمعه في الحسين لما المصانع تقف على رجليها. اسمع بقى، اسمع الطرب ده حما ابني، عشان ما تقولش خرمتك من حاجه. خرمتني؟ حرمتك يا ابن القروب. ايه دي دي ايه دي دي ايه ولي دي؟ كل يوم الشوق اسأل باسم عني، من صغري بحبك وهواك في عينيا، وبعود قلبي على حبك ليا. من صغري بحبك وهواك في عينيا، وبعود قلبي على حبك ليا. ساكت وداري ما هم تجاري، ساكت وداري ما هم تجاري، ساكت وداري ما هم تجاري. واقول يا غالي يا سعد يا داري، غالي علي علي يا غالي، غالي في قلبي وقربه غالي. واحلف بحبك واقول يا غالي، اقول يا غالي يا سعد يا داري. انت هتضحكي عليا ولا على روحي؟ ليلة زي دي ما بتفكركيش بليلتك انتي وحسام؟ بلبل الافراح بيغني، والسعد جانا اشكال والوان. يا سمن بلدي يا بلح امها، يا فل مجوز في البستان، ياللي انصرف عليكي ألوفات بعد الغياب الوصل هو بان. وتمختاري عروسة وتهني بعريسك سيد العرسان. مثلاً أنت كنت واحد من الناس
الذين حباهم الله بالثروة الكبيرة، فهل كنت تخرج الزكاة في ميعادها من كل عام؟ هل كنت تخرج الزكاة في ميعادها من كل عام؟ هل كنت تكفل يتيما؟ هل فكرت ذات مرة أن تسافر إلى بيت الله الحرام تحسن من إسلامك وتؤدي ركنا من أركان الإسلام الخمس؟ أجب. أجاوب على إيه بس يا مولانا؟ والله الواحد خجلان من نفسه. هناك وقت للتوبة، فلا تقنط من رحمة الله. وبك وبأموالك بعد خروجك من السجن تستطيع أن تكون سندا للإسلام. مبروك يا سحمال، ألف مبروك. إن شاء الله دي تبقى آخر مرة الواحد يشوف فيها السحنة الرائعة دي هنا. لا ما قلتليش يا بيه. الفلوس اللي اتفقنا عليها بعد العملية أنا هقبضها إزاي؟ محامي بتاعي كان عندي هنا امبارح واتفقت معاه على كل حاجة. 10,000 جنيه بتوعك هتلاقيهم جاهزين ومتظبطين وتحت أمرك. عنب. بس أنا برضه هوصل له إزاي؟ ولا هو اللي هيجيلي الجيارة؟ جيارة إيه؟ يا نهار أسود على الجيارة وأيامك. إيه يا حمادة؟ ما تصحصح كده معايا يا مار، ما تشغلش نفسك خالص غير بالورقة اللي فيها العنوان بتاع البت اللي اسمها لجنة. على ظهر الورقة هتلاقي رقم تليفون بتاع الأستاذ حمدي المحامي، تكلمه في التليفون وتقول له أنا حمادة بسيوني، بلاش موضوع الزفر ده خالص، معلش ما تزعلش أمال، وتقول له أنا عايز دين هاني بيه 10,000 جنيه. جرى إيه يا أستاذ؟ هو أنا هستعر من اسمي من أولها؟ لا زفر، أبوس إيدك مش كده أمال، حمدي ده راجل محامي، راجل قانون، مالوش في الاتفاق اللي اتفقنا عليه عشان ما يقلبش علينا، ده أنا أقنعته بالعافية إنه يديلك الفلوس. اللي هيتابع الحكاية معاك ديت واحد من الموظفين بتوعي، هتلاقيه مرزي مستنيك برا على باب السجن، هيزبط لك كل حاجة. الحكاية شكلها كده لخفنت ومبقتش فاهم لها أول من آخر، كده ممكن أبوظ الدنيا يا بيه. لا وعلى إيه؟ وعلى إيه؟ خلاص انسى بقى. لا 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 يا بيه، خد ود معايا كده في الكلام، أنا هصحصح معاك كده وهفهم، بس أنت تحكي لي الفولة كده من أولها وربك يسهل، وبعد 48 ساعة من غير الوشوش ما تتلاقى، هتحط رجل على رجل وتقرا عليها الفتحة. اسمحي لي أسجل إعجابي المرة الألف على تركيزك وتوضيحك السلس لكل بنود الرسالة. متشكرة يا دكتور. اتفضلي. أنا موافق على كل النقط الجديدة اللي في الرسالة، وتقدري تقعدي على مراجعك من دلوقتي. بصراحة مش عارفة أقول لحضرتك إيه. قوليلي انك ما قفلتش الباب في الموضوع اللي فتحتك فيه قبل كده. انا لسه عندي امل. بعد اذن سياده المستشار نود ان نضيف شاهدا رابعا من شهود الاثبات الى محضر الجلسه، وهو سيد مجدي عبد الناصر الشبراوي. ايه ده؟ ويطلع مين ده كمان؟ ايه ده يا صفوة؟ دلوقتي هنعرف. اسمح لي يا سياده القاضي بمناقشة شهود الإثبات أمام عدالتكم لنقف جميعا على الحقيقة كاملة، ولنبدأ بسيد مجدي عبد الناصر الشبراوي. اتفضل. أيوة فندم. ارفع ايدك اليمين وقول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. اسمك وسنك ومهنتك. مجدي عبد الناصر الشبراوي، 50 سنة، موظف قيد بالوحدة الصحية ببولاء أو العلا. معاك بطاقة؟ طبعا سعادتك. اتفضل. البطاقة هي سعادة الباشا. وقد ثبت لدينا صحة ما ذكره الشاهد من واقع إثبات الشخصية رقم 65401 أول بولاء أبو العلا القاهرة. إيه اللي تعرفه عن الواقع يا سيد؟ من حوالي 5 سنين يا سعادة الباشا جالي السيد فوزي عوضين الدالي لتسجيل شهادة ميلاد باسم مولود ذكر باسم الطفل سعد فوزي عوضين الدالي، وقمت بنفسي يا فندم بتسجيل شهادة الميلاد للطفل المذكور.